سلام سلام، كيراكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا قاعه يوم مليح. انا صافا الحمد لله. مرحبا بكم في فيديو جديد، روتين متنوع. درت لكم من كل شيء شويه، عطيتكم اسرار المكياج، وتاني درت لكم مكياج تاع مناسبات باقل ثمن، ارخص انواع المكياج. فوالا، درت لكم هنايا طريقه نزع الشعر في الوجه. انا نخدم يا بهذيك الشفره، يا نخدم بصح كي تكون عندي كميه زعما بزاف وباغي نقلع من كاع الجهات زعما تاع الوجه، نخدم بهذه غاليه نيميرو 1 ولا 2. هذه اللي تصلح للوجه باش ما تحرقهش ثاني وما ديرلكمش هذيك الاحمرار. باغ كونت نيميرو الكبار كيما 4 5 6 هادو ينفعوا للجسم، اليدين ولا الرجلين. فوالا، شفتوني كي درت الطريقه، نديرو شويه في طاسه كبيره صغيره، المهم اللي تكون عندكم متوفره. وشوفوا الماء، ما نديرش الماء بزاف، ندير غير قطرات في يدي ونخلط، باسكو هذه العجينه بالخف تتخلط. وكي نبغي نديرها في وجهي ما نديرهاش متماسكه، نديرها خفيفه باش كي نقلعها بكل سهوله. باسكو حنايا في وجهنا ما عندناش الشعر بزاف، عندنا وابر. هذاك الوابر كي ديروا له المكياج يبان، سيتو لا درتو الفوندو تاع وكاع ما كونترير ما يدركش تما وين يبان. هذاك الفوندو تاع كيما نقولوا ما يمتصاش البشره، يقعد غير هاك من فوق البشره، فهمتوا؟ عليها شيرات كاين اللي تقول لك انا علاه وجهي يتقشر، علاه انا الفوندو تتبان هكا من فوق في وجهي، كيما نقولوا ما تبانش هكا نت، لابو نت. شتوني، شوفوها نخدمها كالكريمه خفيفه هادي، نكون ابليكيها على وجهي كاع في المناطق اللي نبغي نقلع منهم الشعر حاشاكم. ومن بعد ما خليهاش بزاف، قلت لكم هنا في وجهي ما فيهاش بزاف، وثاني فينا غير الوابر حاجه خفيفه، ما نخلوش البرودوي يقعد بزاف، قد ما ينشف سيبو نشوف خويا يدينا بالماء ايا ونقعدوا نحكو. تحكي غير هاك، هي كنت تقلعيه غير هاك، شوفوا كراني بيضه صافيه، يخلي لابو تاعك روعه. هنايا راني ندير المكياج، شوفوا في حواجبي ما كانش عندي تراسور، ما كنت جايبه تراسور في دارنا، الوغ درت غير فارو بابيير ودرتها في حواجبي. كان لابد ندير حاجه مارون باش المكياج تاعي يزيد يبان. ومن بعد درت اونتي سيرن، درته في كامل الجفن تاعي، هذا اونتي سيرن جيتا غير فيتاميل، درتها في كامل الجفن تاعي. علاه؟ باش هذيك الجفن نبيضوها، العروق هادو كل يبان، ولا الهالات السوداء كاع تروح، واللون كيما نقولوا يبان. الا درتي غوز يعطيك هذاك الغوز، يا درتي راكم فاهمين، ما يتكلاخ ما يتفونص. هنايا درت اللون الانتقالي هي الحاجه الاولى، ودرت فرشات للدمج كبيره، الفرش تاعها كبار. هذه الباليت شيتها 65 تاع هدى بيوتي، قلت لكم اللون الانتقالي هو الغوز الكلير، البيج، هو الاورانج كلير، هادو هما اللون اللي لا باز. عليه وعليها تزيدي لي كولور الفونسي، ماشي ديريكت في الجفن تاعك ديري كولور فونسي، باسكو ما غاديش يخرج لك. من بعد درت الغوز، زدت فوقه، راكم تشوفوا راني في الجفن الفوقاني ماشي المتحرك، راني نوريكم هنا الداخل ما دخلتش بيه. ابخي بالفرشات هذه اللي راني نوريها لكم، دير فيتامين، هي الفرشات هادو كي تشريهم وحدهم تشريهم 20000 فيتامين، هذه يقولها فرشات محدده، يعني كولا كي ديريه في بلاصه معينه ويقعد في بلاصه معينه. اكون فهمي كيما هنايا راني نلعب على الجفن الخارجي باش نخرج هذيك لا كولور، باش عيني توسع وتكبر، ويكونوا كاينين تدرجات في الالوان، قدام كولور في الوسط كولور، هذه هي، وتدمجوا غايه الى قلون كي ديهم ماشي غير تحطوه صايي. راني نوريكم في هذه تاني، هذا البانسو غير هو كيما قلت لكم يديروا من 20000 لفاتاميل. ودروك في الجفن المتحرك غادي نديرو الجليتر، انا درته بصباعي. كاين لي بانسو سبيسيال جليتر بصح ما غاديش يعطيك هذيك لابريونس، هذيك شابه، وما يرفدولكش هذاك اللون كاع صاي، نصها غادي يروح في البانسو. الوغ بيديك الطريقه تخلي هذاك اللون يبان اكثر، واللمعه تاعه تبان. انا درت جليتر غير من الباليت، ان شاء الله غادي نزيد ندير لكم مكياج واحد اخر، وغادي ندير لكم انواع تاع الجليتر. هنا هذه البانسو يقولها فلات بلا، هذاك هو اللي يرفدوا به الجليتر وكاع.
شو قلت لكم نصها هي يروح في البانسو الوغ ندير بيدي ومن بعد غير نسقمها كاش لي غوت واش كاش بلاصه هكا ما درتش فيها الجليتر، وندير غير في النص الجف المتحرك والنص الباقي شفتوا لهداك اللون الغامق هو الكرونا. دروك هذا البانسو قاع الصغير درت الهايلايت، هذا الهايلايت شريته ثاني فات ساميل، يعني راني ندير لكم بارخص انواع المكياج اللي موجوده في السوق ما ديباسيش فات ساميل، وتخدموا مكياج نقول لكم عليه كلام تاع مناسبات تاع خرجه تاع عرضه سيتو المتزوجات، وتنجم هاد المكياج راني ديره تاع الخطوبه. فوالا درت الالينا درت من القدام وحددت وخرجت هذاك الالينا باش العين نسحبها اكثر، ومن بعد درت لي فوسي، هادو لي فوسي شفتهم 20 ميل، خيرتهم بغيتهم قصار من القدام وطوال من برا باش يجبدوا لي عيني وتبان مسحوبه اكثر واكثر. انا نبغي العين اللوزيه كيما تاع الحبه تاع اللوز. شوفوا من بعد عاد ندير الالينار، الالينار نديرها مع التالي وين يكمل الرموش وين يكملوا تما نطلع الالينار تاعي ونخرجها لبرا، هكا العين تجي مسحوبه اكثر والالينار يبان. فوالا من بعد نمحي الزوائد. شوفوا الطريقه الصحيحه هي تديروا الالينار من تحت سوا ديرو سكوتش ولا كاش حاجه، سينو ديرو غير باللانجات. ليسونسيال الالينا هو المحدد الاخير اللي بين زعما لابو تاعك والاي شادو، تحت الالينا ما تمديش تخرجي الاي شادو، صافي فهمتوني. ابري هنايا ما درت الفون دو تان، درت غير بيبي كريم حاجه خفيفه باسكو ما راني ندير لكم هنايا غير تجربه. شوالا نتوما ديروا الفون دو تاعكم ومن بعد فوقه باش ديروا الانتيسير، ومن بعد تحتها تاني اوبليجي ديروا كيما درتو فوق ديروا تاع درت اللون هذاك الغوز، ومن بعد زدت له الكرونه بصح زدت له غير في النص راكم تشوفوا درت الغيسي تاعي. هذا هو اللوك النهائي، ان شاء الله يكون عجبكم المكياج. انا هنا الاضاءه خانتني باسكو فلاش لامبر كنت دايره فيها زوج لامبات، زوج ضو، واحده صفراء واحده بيضاء، سكيفي ما شفتش صورت وانا بهذيك اللامبه الصفراء تم من بعد ديكوفريت. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم هذا المكياج حاجه ساب، وهاد الغزيول تاع شابه بارابور لنوعيه المكياج كما قلت لكم حاجه غير تاع فاسامي ارخص انواع مكياج في الاسواق. فوالا من بعد نروحوا للطبخ، فقره الطبخ هنايا حاجه خفيفه درت لنا بيتزا كوفير ولا سموها كيما بغيتوا، هي مهم زعما تجي كيما البيتزا مبلعه ولا فطيره. هاد لاباط كانت عندها في المجمد تما قالت لكم ما ندير تبقى ندسها، جبدت زوج هادو هما اللي كانوا عندها جبدتهم حلتها. انا هنا قلت لها حليتيها رقيقه بزاف و سي فري جات شويه مقرمشه باسكو علاه هي هنايا وكون دارتها لاباط جديده غادي تعاود تطلع وتنتفخ، بصح هنايا كانت صاي خمرت وعاودت دي كونجلات وعاود دي كونجلات وعاود خمرت كيفي صاي. شوف لهنا الكوشه تاعها كانت كوشه شابه مليحه تشعل من الفوق ومن تحت، سكيفي طافت بالخوف وخرجناها قعد فيها هذاك هذيك الطريه وكاع. بصح كون ديريها في الفور هذاك اللي يشعل غير من تحت ومن بعد طفي عليه ومن بعد تشعل من الفوق غادي تيبس لك. تما من الاحسن طيبي تخدمي العجينه تاعك ديريكت. هنا العجينه تاعها فيها كاس حليب مغرف كبيره سكر وخميره والملح ولمت بالفرينه، هذه هي لاباط سهله. من بعد دارت الحشو درت فيه البصل الكفته، هنايا كفته تاع الدجاج مرحيه، وزادت تاني حبه زغديه كاروطه رابطها، وتاني جوج حبات طوماطيس. هنا راني نلقم شكون كيفي اللي تقعد هكا تلقم وتاكل، هنا راني نسقم فيها زعما باش ما زبانش. ومن بعد دارت الفرماج اللي كان عندها، تاني الفرماج رابي كان عندها كميه قليله دارتها. هادي زعما هادي بيتزا كوفير ولا المبلعه كوكا اي حاجه زعما تجي غير بالطوماطيس والبصل وتجي شابه.
اصلا هذه هي الوصفه الاصليه تاعها، غير حنا نبغوا نزيدوا فرماج، نبغوا نزيدوا الكفته، نوعوا فيها وصاي. وهنايا راه يتحل في لاباط الزوجه، لاباط الكبيره اللي كانت عندها خليتها مع التالي باش هي اللي تبلع بيها كل شيء. فوالا هذا هو روتين تاع نهار اليوم. حاجه خفيفه، ما ملحشه حاجه خفيفه، باسكو هدا ما يبغو خوتي، يبغوا غير المملحات وهذوك السقايط. ودارت تاني لوبيا ماشطون، ما صورت لكمش بس قلت لها هي مع الماكياج شوالا. راه كاينه في القناه تاني كاتبه لوبيا ماشطون بطريقه جديده، هذه طريقه تاع ماما، وصورتها تاني. كنت عندها دارت اللوبيا، غسلتها حطتها، وهي دير كلشي بارد في بارد. دارت البصل قطعتها شطوط كبار، دارت طوماطيس تاني حطتها مرابيه، دارت الثوم 3 سنينات ثوم وقليت كلشي، وتحط دارت معها الدجاج. هذاك الوقت خدمناه بالكاكاسا. ديروا نتوما كركاسه ولا ديروا طرف تاع الدجاج ولا. من بعد دارت لي زيبيز، دارت الملح، دارت فلفل اكحل حرور، كركم، زنجبيل، توابل الدجاج والفلفله حمراء، وقلاتهم غايه، خلات حتى الماء تاعها تنطلق. بعدها مرقت غير هكا شوب تاع ما، وبلعت الكوكوطه غير باش يطيب هذيك الدجاج وكاع وصاي. وتجي بنتها عسل بنينه بالبزاف. انا الطريقه ما كنتش ندير هذه، كنت ندير طريقه واحده اخرى اللي نقلي البصل غايه، ومن بعد عاد باش نحط طماطيس، باش عاد نحط اللوبيا تاعي. هي مليحه كي ندو افكار جديده، نسيو طبخ جديد وكاع. نوعوا تاني في الاطباق، وراكم تشوفوا باللي الوصفات تاع دروك راهم بزاف ساهلين، راهم يزيدوا يسهلوا اكثر واكثر، وراهم يسهلوها علينا الطباخين وكاع. بس كيف الواحد هكا مني يشوف وصفه جديده ولا ما يقولش لا صاي انا هذه نعرفها، اللوبيا نعرفها، ولا لا يدي ينوع شويه. وتاني راكم تشوفوا لي زيبيس راهم يختلفوا، كل خطره راهم يجيبونا لي زيبيس جداد، خطره يجيبونا توابل دجاج، الفرماج، اللحم، حتى توابل الزيتون والبرقوق وراهم كاينين متوفرين. شوفوا من بعد هذه البيتزا كوفر، من بلعتها ومن بعد تقسم لها الحواف تاعها وتقطعها باه كي طيب، من بعد جينا سهله. وتاني تقبها بالفرشيطه. هذه هي حاجه خفيفه، وصفه خفيفه. وانا هنايا من يشوف الزوج الفيديو هكا تاوعي غير ماما طيب، ولا من نكون نهضر معاه في التليفون يقول لي انت ما تعاونيش كاع امك، انت كاع ما طيبيش عليها. البروبليم ماشي هنايا، انا نبغي الماكله تاع ماما، نبغي كي نروح هي طيب لي، هي تحط لي، نقول لها لا نعاونها في صوالح واحد اخرين هكا، فرقوا ديال ميناج وكاع. بصح الطياب نبغيها هي طيب لي وتعطيني لا غالب. مام كي يكونوا في الطابله نقعد نقولها اه هذه بنينه، هذه بنينه، هذه بنينه، غير نشكر فيها. بابا يقول لي انت كلشي تشكري، ما كاش حاجه ماشي مليحه. اي ماما تقول لها لا هي اصلا تبغي، ما تبغيش ماكله تديها، تبغي واحد يطيب لها ويعطيها. و سي فري هذه هي انا حاجه فيا، نبغي واحد هكا يطيب لي ويعطيني. ومام سيتو ماكله تاع ماما تجيني بنينه بزاف على ماكلتي. شفتوها ميم كي قسمتها لكم غير باش تشوفوها، مازال الطراوه راهي فيها، بصح شاولا جات رقيقه بالبزاف. هنايا بابا فرح بها بزاف، بورتو حنا درناها لينا، حنا هو درنا له لوبيا، بصح مي شافها كيما هاك عجباتها، ومن دقه عجباتها اكثر واكثر. قال راني حاسه مانيش ناكل في البيتزا كشو جات رقيقه، ولا ياكل فيها غير هي، وخلى الماكله تاعها اللي درناها له. من بعد سهره حاجه خفيفه، لا كريم هذه هي المهم، اللمه تقعدوا في رحبه، ماشي المهم الماكله ولا انا اللي طيب لي ناكلها، المهم هي طيب لي صاي. وكاع ما نتشرطش انا كي نروح لدانا. هنايا لا كريم كان الحال شويه بارد هاد اليامات، الحال نقلب هي. وهو كان في المجمد، كان عندهم بالك فايت، كان جغوله قالك ناكلوه، سينو انا ما كليتهش باسكو خفت على روحي. انا عندي المرض الحلاقه مواعرين تمامين، يحكموني فشلوني، كان جو وانا فراش.
هنا يا ماما راهي تصلي، ربي يتقبل منها ان شاء الله. وفوالا هذه هي قعدتنا. تما انا نحط ومن بعد نبدا نعيط لهم بالواحد. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو خواتاتي، تكونوا استمتعتوا معايا، ديفيليتو غير شويه ولو بقليل وما عليش، تكونوا تعلمتوا المكياج. انا مانيش حلاقه ولا لاكوافيز ولا انا، بصح نسلكها شويه. الى اللقاء.